العام لإدارة السجون وعائلات الإدماج تنظم اليوم حفل اليوم الوطني للنزيل تحت شعار تفريد البرامج تهيئ للإدماج. من الشعار المتخذ هذه السنة يتبين أو سيكون ضيوف المندوبية العامة أمام موعد لتقديم فئتين من النزلاء الأحداث لمجموعة من الفقرات الفنية تتجلى في كورال غنائي من تقديم النزلاء الأحداث، رقصة من تقديم النزلاء الأحداث، بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي بعنوان محاكمة من أداء نزلاء قضية التطرف والإرهاب. اليوم الوطني للنزيل هو مناسبة للتعريف بمجهودات المندوبية العامة في مجال تهيئ النزلاء للإدماج، وأيضا هي مناسبة لإبراز مواهب النزلاء في ميادين متعددة كالغناء كالمسرح كالرقص وغيرها من المجالات، وهي مناسبة أيضا لتتويج النزلاء المتميزين في هذه المجالات. هذا نهار كبير لأنه هو اليوم اللي كتطلب به المندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الإدماج للمجتمع من خلال الأعمال اللي كدير اللي هي إدماجية، بحال كنشوف الصناعة التقليدية، كنشوف الفن التشكيلي، غنشوفوا اليوم مسرحية اللي سميتها مسرحية محاكمة اللي كيديروها واحد الممثلين هما معتقلين في قضية التطرف والإرهاب، ولأول مرة غادي يديروا واحد التدريب مسرحية وغيشاركوا في التكست واحد ورشة الكتابة، وغادي يشخصوا واحد المحاكمة اللي كتحاكم الظاهرة الإرهابية وكتحاكم حتى العوامل اللي كتؤدي بالشباب ديالنا للتطرف. هاد الناس ماشي بالضرورة القصص اللي كيعاودوا دابا قصصهم، مي حاولنا من خلال ورشة الكتابة نركزوا ونبينوا القانون ديال الإرهاب باش المجتمع يفهموا أو المتلقي يستوعب كيفاش ممكن نقدر نتورط في شي قضية ديال الإرهاب اللي من ضمنهم النية، التمويل الالتحاق بؤر التوتر. دونك غادي نشوفوا اليوم الوطني النزيل اللي فيه واحد لو كورال مع الناس ديال الاحداث، وهذه بادره طيبه. ملي كنشوفوا حتى الناس ديال الاحداث راه كنحاولوا نحميوهم من حالات العود، وباش تقدر تحمي شي نزيل من حالات العود هو بالادماج، لان النزيل ملي تيخرج من السجن كيلقى المجتمع وداك وسم العار وكيلقى واحد تقول كيخليه ولا كيحفزه انه يرجع للسجن، لانه تيقول انا خسرت ورقي خسرت ورقيه. دونك حنا خاصنا نخرجوا هذاك النزيل غادي بواحد الطاقه ايجابيه ويخرج بواحد الوظيفه او لا بواحد التعليم باش يقدر ما يعاودش يرجع لنا للسجن، لان السجن مكلف للمجتمع ومكلف لكاع القطاعات. ملي كتسمع واحد عنده 17 عام ومشدود 17 شده، راه خصنا نطرحوا السؤال الكبير ونقولوا علاش. يعني راه المجتمع خصو يفتح يده ويحتضن الناس، لان كلنا كنخطئوا واللي خطا كيخصنا نساعدوه باش ما يعاودش يخطا. هاد الشيء اللي كنحاولوا وكتحاول المندوبيه دير هو هذا العمل ديال الادماج، وهذا العمل هو اللي ممكن نشوفوه في قاعه مسرح ونخليو هذا المجتمع شي شويه يفهم ويتصالح مع النظره اللي النمطيه اللي كيعطي النزيل. السلام عليكم. اولا تنبغي نشكر المندوبيه العامه لاداره السجون على تنظيمها لهذا البرامج، خصوصا اليوم الوطني للنزيل، وانا جد مسرور بتواجدي في مسرح محمد الخامس وصعودي على الخشبة. هذه البرامج كتساهم في التغير ديال السجين بصفة عامة، التغير ديالو في أفكاره في الحياة ديالو، كتساهم في عدة مجالات خصوصا الملتقى الصيفي والتكوين في شتى مجالاته. كنبغي نوجه تحية للمندوب العام لإدارة السجون على مساندته للنزلاء الذين هم كيتسموا مازال اقل من 20 سنه. عندي واحد القصيده شعريه كنضم الشعر درت على السجين والتغير ديالو. وانا جيت اليوم باش نبين بانه السجين عنده واحد الصوره اخرى. يعني السجين ماشي هو كما كيشوفوه الناس، كيشوفوا المجتمع كيقول انه اخطا، هذاك راه كيبقى انه ارتكب جريمه او انه كمجرم. يعني يقدر يغير العقليه ديالو. وكاين شحال من واحد راه جاي غير مقدر عليه وصافي، مكتاب داكشي ما عند الله وصافي. هذا ما كاين شي واحد عاوتاني اللي اخطا ولكن تاب الى الله سبحانه وتعالى. عنوان القصيده هو انا السجين الذي ادنبت وتبت، انا الذي ادنبت ومن الحريه سلبت، ومن ابي وامي حرمت، واخواني هجرت، وعن الطريق انحرفت، وأمي أبكيت، وروحي عذبت، وعن أحلامي ابتعت، وفؤادي قتلت، وسمعتي أسقطت. فعلا أنا السجين الذي أذنبت، ولكن إلى الله تبت،
وسلوكي غيرت وأفكاري أبدلت وعلى أخطائي ندمت وإلى الطريق رجعت ورأسي رفعت وإلى المجتمع قلت يا أيها المجتمع هل استوعبت فأنا فعلا تغيرت أنا السجين الذي أذنبت وتبت. أولا أشكر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أشكر من المجتمع حنا كنحسوا براسنا المهم مابقيناش كيف كنا في الأول ووصلنا لمواهب جديدة وقسمنا وتوصلنا للمرحلة هذه ومضافة جميع المؤسسات الجميع. اليوم غنديروا أغاني طربية مغربية وغنديروا مسرحية وغنديروا لوحة فنية. أنا كنقول للناس اللي بحالي من أحسن تشوفوا طريقة زوينة وما توصلوش للمرحلة وراء الحمد لله احنا ماشي كيف السجن ما كنشاركوش ما كيتعاملوش معنا كسجينة كيتعاملو معنا كبنات كعادي وكنشكر جميع المؤتمر. أولا السلام عليكم، كنشكر إدارة السجون على هذه البادرة القيمة على يوم الوطني النزيل وحنا كيشرفنا شرف كبير يكون لنا الشرف كنزلاء ونكونوا بهذا المسرح وفوق الخشبة ديال محمد الخامس وبادرة طيبة من إدارة السجون. كنحسوا براسنا بعض الأحيان ماشي كسجناء كنخرجوا من الوسط ديال وسط شيزني وكنوليو بحال كما كنقولوا كتولي بحال من الإنسان من الناس اللي على برا ماشي غير كساجين زعما. وكنشكروا شكر كبير لإدارة السجون على هذه البادرة الطيبة. شنو تقدموا لنا اليوم؟ انا كسجين كنقدم الموسيقي، انا موسيقي وكاين اصدقاء كيقدموا المسرح وكاين عده شيء و رساله ديال الشباب. انا كنوصل ميساج بزاف ديال الدراري على الطريقه ديما خداماش نهائيا. كاين طرق محسن بزاف، كاين اللي زعما كيبغي يقول شي حوايج اللي ما متوفرينش ليا هادشي غلط فهمتيني. الا ما كانش متوفر لك شي حوايج انت توفرهم من راسك ماشي تسنى البنادم اللي يوفرهم لك. هادشي اللي كنبغي نوصل لبنادم وبعد الطريقة ما خداماش طريق السجن راه ما حنا بعد الحمد لله لقينا كوميم شي وحدين اللي وقفوا ساندونا بحال ما كتوصلنا لهاد البلاصة هادي. وشرف ليا كيما قلت كبير راه شرف ليا كبير أني نكون فوق هاد الخشبة وفي هاد المسرح هادي اللي كبير بزاف وهادشي اللي غادي نقول لك.